الموضوع الذي عالجه الباحث محمد الحاج عيسى المنصوم في منهجية البحث في علم أصول الفقه له أهميته في تحديد المفهوم لتجديد الدين بتصفية الشواهد العالقة به والقلق الوارد في صياغة علم أصول الفقه الذي طغى على مدن المتأخرين وذلك في بيان الشكل المناسب وتغطيته والصياغة اللائقة وتطويرها على أسس منهج لائق يحقق الغاية التي ينوي إليها علم أصول الفقه. وقد سلك الباحث في أطروحته منهج الاستقراء التقليدي النقدي حيث ناقش القضايا الأصلية في الموضوع وفق منهج التنظير الدراسي. أولا حيث يبحث في المسألة المنهجية التي يريد مناقشتها بإرادة الحجج النظرية لها وإبراز ضوابطها ومناقشة وجهة نظر المخالفين مع الاستئناس بكلام أهل العلم ثم يعرج على التطبيق والتمثيل الثانية حيث يذكر النماذج التي تؤكد الجانب النظري الذي رجحه مع الشرح وبيان وجه الربط وموضع الانتقاد. وهذا بلا شك مجهود معتبر جسده في خطة متجانسة مع العنوان المحتوى. وقد نظم المعلومات والموضوعات المدروسة تنظيما منسجما وربط الأفكار وأبرز العناصر الأساسية ونسق بين كل عنصر بحيث يشكل في ذاته موضوعا رئيسا ضمن عموم الخطة بحياته. والذي يؤكد جدية مجهود الباحث إحاطته الواسعة بمؤلفات علم أصول الفقه على مختلف المذاهب وتوظيفه لمصادر الفقه الإسلامي وفق منهج التنظير والتقسيم وإفادته من كتب ذات صلة بعلم أصول الفقه فجمع بين المصادر الأصلية والتبعية. فأضحت أطروحته في حقيقة الأمر إضافة نوعية من الناحية النظرية والتطبيقية وقيمة علمية مضافة إلى مناحي طرق البحث في علم أصول الفقه. هذا هو الباحث محمد حاج عيسى ومن أبناء هذه الكلية المتفوقين ومن نتاجها المتمكنين وهو من مواليد الجزائر العاصمة. ولد في 27 محرم 92 300,000 موافق 13 مارس 72 900,000 تحصل على شهادة ليسانس في محرم 16 400,000 موافق 95 900,000 ثم التحق بقسم الدراسات العليا بهذه الكلية فحصل بها على شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية في ربيع الأول 24 400,000 أي في مايو 23 وكان عنوان رسالته التوضيح والتصحيح للمنقول عن الإمام الشافعي في علم الأصول. والباحث محب للعلم جاد في طلبه والبحث في قضاياه وقد أثمرت جهوده في تأليف 10 مؤلفات مطبوعة مختلفة الأحجام منها تيسير الوصول إلى الضروري من علم الأصول وإمتاع الأسماع بشرح ما نظم البيكوني من الأنواع وعقيدة العلامة ابن باديس رحمه الله والرد النفيس على الطاعن في العلامة ابن باديس كما له سلسلة مضويات دعوية بعنوان في طريق الإصلاح صدر منها 63 عددا كما له موقع خاص على النت يحمل اسم في طريق الإصلاح كما أنه مشتغل بالتدريس والخطابة في المساجد منذ 13400,000 أي 93 سنة ميلادي ابتداء من العاصمة عن
محمد وليدة وإذي بزدوك وغير ذلك. هذا والبحث في روحتي هذه كانت موفقا في معظم ما بحث ومصيبا في جملة ما حقق. فجزى الله الباحث على عمله خير الجزاء وله وللجنة المناقشة والتحكيم من الشكر على ما بذلته من جهد في دراسة موضوعات هذه الروحة بإبراز محاسنها وبيان النقص الذي يعتريها والأمر الذي يستفيد منه الباحث بالدرجة الأولى على ملاحظات اللجنة ويصحح ما ألزموه به من نقص أو خطأ مع إسداء الشكر والتواضع في الخطاب. وأخيرا أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد لتقديم المزيد من العمل الجاد وعلى الله قصد السبيل والاتكال في الحال والمآل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.